توصل. قل معي: سارعي للمجد والعليا، سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر، وارفع الخفاق الأخضر. انتظري، ماذا تفعلين؟ أعلم أخي النشيد الوطني. علميه بشكل صحيح. ولكنني أعلمه بشكل صحيح كما نردده كل صباح بالمدرسة. وأين الخطأ فيما قلت؟ قلت الخفاق الأخضر، بينما هو الخفاق أخضر. أول مرة أعرف هذه المعلومة. أكملي. يحمل النور المسطر، يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني، رددي الله أكبر يا موطني، موطني قد عشت فخر المسلمين. انتظري، لماذا يا أمي؟ أخطأت مرة ثانية. في ماذا هذه المرة؟ قد عشت، والصحيح أن نقول موطني عشت فخر المسلمين. العبارتين متماثلتين. بالطبع لا، فالمعنى مختلف. قد عشت أي أنك عشت في الماضي وانتهيت في الحاضر، أما عشت أي أنك عشت في الماضي ولازلت إلى الحاضر. أفهمتي؟ أكملي. موطني عشت فخر المسلمين، موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك. توقفي، لا تقولي أني أخطأت هذه المرة. بالتأكيد، لذلك قاطعتك. لا أعلم، هكذا سمعته. مشكلة جيلكم أنكم تتعلمون الخطأ من بعضكم بدون الرجوع إلى المصدر الصحيح. أما جيلنا فقد كنا نسمع النشيد الوطني كل صباح عند افتتاح القناة السعودية الأولى. هيا نردد النشيد الصحيح حتى يتعلم أخوك. سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني، موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن.